لقراءة أوسع في تداعيات اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكري، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في القاهرة السيد أيمن الرقب. أرحب بك سيد أيمن. تحية الأخت الكريم ولكل السادات والسادة المشاهدينكم ومتابعينكم الكرام. شكرا لك. في البداية سيدي، إيران تؤكد أن الرد على اغتيال هنية يقع على عاتقها، وحزب الله يتوعد كذلك برد حتمي مدروس على اغتيال شكر. كيف سيكون شكل المواجهة في الأيام القادمة، وما هي سيناريوهات المواجهة؟ يعني بداية بعد أن ترحمنا على الشهداء وآخرهم طبعا الشهداء الذين سقطوا قبل دقائق في قطاع غزة، ومن ضمنهم الشهيد إسماعيل هنية، هذا أصبحت يعني يوميا هناك توديع شهداء. من يقتل في غزة يعتبروا أيضا مقتلين، لأنهم أيضا مدنيين بالمفهوم الدولي، فهم ضحايا هذه الحرب. لو قسنا الرد بشكل طبيعي، أولا أنا أستبعد أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة، لأن البعض ذهب بأننا على أبواب حرب عالمية ثالثة. الأمر الثاني، أنا أستبعد أن تكون هناك حرب إقليمية واسعة، ولكن هناك رد مطلوب من المقاومة ومن يطلق على نفسه محور المقاومة أن يعطي رد على ما حدث. والأمر صعب لأنه ضربت حزب الله في عقر داره للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في الضاحية الجنوبية، وقبل ذلك كان طبعا اغتيال الشهيد صالح العروري أيضا في قلب الضاحية. طهران ضربت أيضا في هذه المرة في لضيفها وضيف طبعا عالي المستوى في عقر طهران، وبالتالي هذا ليس طبعا بعيدا عن اغتيالات سابقه تمت في طهران مثل الدكتور ديازاده، ولكن لان هذا الضيف الامر اصبح صعب. لكن هل سيكون هناك رد كبير؟ انا اعتقد ان الامور لن تكون بهذا الاتجاه بشكل او باخر. هناك رد، يجب ان يكون هناك رد بالتاكيد، فقط للحفاظ على ماء الوجه، للحفاظ على شكل طبعا ما يطلق على نفسه محور المقاومه امام مؤيدين وجماهيره في الشارع، ودون ذلك فالامر سيكون صعب عليه. صحيح هناك استنفار في دوله الاحتلال على كل المستويات، هناك دول اوقفت رحلات اتجاه بيروت واتجاه تل ابيب، وكسر حاجز ان ترسل مسيرات او صواريخ من ايران الى تل ابيب في شهر ابريل الماضي، وبالتالي نحن بانتظار رد، ونعرف ان بعض الردود قد تكون محسوبه بالعقل وبالميزان، لكن لن يكون هناك كما اشرنا شيء خارج عن العاده، غير شيء كبير قد يحدث ازمه كبيره جدا، وخاصه الامريكان لا يرغبون في ذلك. يعني نتنياهو عندما قام بذلك قام واضح انه اخذ طبعا ضوء اخضر ليس من هم في البيت الابيض، لكن من الدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه التي قررت مباشره تشغل كل قواعدها في المنطقة لمنع أي صواريخ تصل إلى دولة الاحتلال. وبالتالي رغم ما قيل عن المكالمة التي أجريت اليوم بين نتنياهو وبايدن، وكان بايدن كما قيل شديد اللهجة مع نتنياهو ولا تجر المنطقة لحرب، إلا أن الأمريكان من منحوا الضوء الأخضر لنتنياهو. أختي الكريمة، جميعنا يذكر كيف استقبل نتنياهو في الكونغرس الأمريكي. هؤلاء الذين ينتمون إلى البورصة والمال لا يهتمون بما يحدث في العالم، يهتمون كيف ترتفع أسهم شركاتهم، ومعظمهم أصلا لهم أسهم في شركات الأسلحة، وبالتالي التصعيد في المنطقة، اشتعال المنطقة واشتعال العالم بشكل عام، هو اشتعال مزيدا من أرصدتهم في البنوك وارتفاعها بشكل جنوني، وبالتالي هم من دافعوا باتجاه أن يقوم نتنياهو بذلك، وخلفهم أيضا الأجهزة الأمنية والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد أيمن، لو ركزنا حديثنا على حماس بعد اغتيال هنية وكذلك إعلان الاحتلال استهداف الضيف، أي تأثيرات سوف يترك هذا الأمر على حماس برأيك؟ وهل بهذا يكون نتنياهو حقق أحد أهدافه؟ وبقراءة المعطيات، من سيخلف هنية على رأس الحركة برأيك؟ يعني اولا لا يعني لم يعد مستبعد لكل المتابعين ان حماس تلقت ضربات قاسيه، كان جناحها العسكري او جناحها السياسي بشكل كبير جدا خلال 301 يوم، والضربات كانت قاسيه، يعني اعضاء مكتب سياسي استشهدوا، طبعا رئيس مكتبه سياسي استشهد، قيادات في جناح العسكر استشهد. يمكن طبعا محمد ضيف حتى الان لم تؤكد، هو قائد جناح العسكر لحركه حماس، لم تؤكد حركه حماس استشهاد، ولكن الاحتلال الاسرائيلي الذي مصر انه نجح في عمليه اغتياله الشهر الماضي في خان يونس، وحتى الان لم تؤكد حركه حماس ذلك. وبالامس حسن نصر الله قال عنه محمد الضيف حفظ الله ورعاه، يعني نفى عمليه ان يكون الاحتلال وصل اليه. بالعاده في التنظيمات التي هياكلها ثابته، يعني
إذا غاب شخص فهناك من يليه. في موضوع حركة حماس، لأن أجريت بالعادة تجري انتخابات لمجلس شورى ولمكتب سياسي، غائب الانتخابات الآن نتيجة هذه الظروف. قد تم الاتفاق مؤقتا كما أعلن على أن يقوم بمهام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بشكل مؤقت، ولكن هذا الموقع يحتاج إلى انتخابات، لن تجرى انتخابات قبل أن يكون هناك طبعا هدوء للحرب. اغتيل لحماس قيادات كبيرة كانت سابقة، في أعضاء مكتب سياسي ورئيس الحركة أحمد ياسين، أعضاء مكتب السياسة عبد العزيز الرنتيسي، إسماعيل أبو شنب وغيرهم كثيرون، ولم تنتهي الحركة، حتى جناح العسكري كان إبراهيم المقادمة يقود، وعندما اغتيل رتبت الأمور بشكل كبير جدا. لدينا تجارب أختي الكريمة حتى في الثورة الفلسطينية بشكل عام، تعرضت حركة فتح للكثير من الاغتيالات، هل انتهت؟ اغتيل قائدها العام ابو عمار، اغتيل نائبه ابو جهاد وقيادات اعضاء مركزيه، لم تنهار الحركه، تعرضت الى كل هذه اللذات وظلت. طيب بالعادة سيد ايمن، يعني عفوا، سياسه الاغتيالات التي تتبعها اسرائيل في هذه الاونه كيف ستؤثر على مجريات الحرب في غزه في هذه المرحله بالتحديد؟ يعني هناك شقين بصراحه، شق الاغتيالات العسكريه والاغتيالات السياسيه. انا اعتقد الاغتيالات السياسيه لا تؤثر بشكل كبير، بالعكس يعني الاغتيالات السياسيه اعاقت فكره، مثل اغتيال الشهيد اسماعيل هنيه، اعاقت فكره ان تجرى او اكمال ملف المفاوضات واطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين واسرى الفلسطينيين وهدنه، سيؤجل هذا الامر الى عده شهور ان لم يكن اكثر من ذلك. أنا لن يجرؤ أحد إلى تبديل. لكن القيادات العسكرية هناك سلاسة في الانتقال من شخص إلى آخر، ولكن بالتأكيد عندما تفقد شخص وازن له تجربة في العمل العسكري وخبرة أنت تخسر بشكل كبير جدا. حركة حماس تلقت ضربات قاسية في هذا الأمر، وبالعادة هي تستطيع أن طبعا أن تعيد تجديد بناء هيكلها. مهم جدا أن نعلم أن الاحتلال أعلن أنه تم تصفية 14,000 مقاتل من حركة حماس، في حين وقال أن قضينا بذلك على 60% من قوة حماس. هو في هذه المعلومات غير دقيقة، لأن يحيى السنوار قال قبل الحرب على غزة أن هناك لدى حركة حماس والفصائل أكثر من 70,000 مقاتل، ونعرف 70,000 مقاتل، نحن نعلم تفاصيل ذلك، ف 50,000 ينتمون إلى حركة حماس. إذا كان الاحتلال تمكن من القضاء على 14,000 فلا زال في شعبة حماس 36,000 مقاتل بالحد الأدنى. وبنعرف خلال عام الأجيال تكبر وتنمو صناعة الكراهية أختي الكريمة التي حدثت في غزة، صنعت بدل 50,000 مقاتل 100,000 مقاتل، ولكن الإمكانيات مش موجودة. يعني الإمكانيات موجودة في غزة، أنا أعتقد لرأينا الأعداد أكبر من ذلك. اليوم غزة بعد 300 يوم من الحصار والقتل أطلقت منها صواريخ من جنوب قطاع غزة باعتراف الاحتلال الإسرائيلي. إذن رغم كل عمليات القصف والقتل والتدمير لا زالت بمقدور غزة أن تقاوم، وبالتالي إذا كان بمقدورها أن تقاوم فبإمكانها أن تولد أجيال جديدة قابلة على ذلك. مهم جدا أن بالعادة من في الحالة الفلسطينية كلما كان هناك ضغط كلما كان ميلاد رجال أشداء قادرون على تحمل ذلك. ما يصنع في غزة ليس صناعة كراهية، يصنع رجال أشداء سيكونون أكثر قوة وتحملا في المستقبل إذا لم يكف الاحتلال شره عن القضية الفلسطينية بشكل عام. نعرف أن غزة انتصرت من أجل القدس والضفة الغربية، وبالتالي قادرة على رغم كل الألم والمعاناة، ونعلم تفاصيل الألم والمعاناة في غزة، قادرة غزة لأن تنفض يدها وتقوم من جديد بسلطار العنقاء لتبني ذاتها وتتصدى لهذا الاحتلال. طيب سيد أيمن، لو عدنا للحديث عن الجانب الأمريكي، واشنطن تنفي علمها بالاغتيالات وتحث على تجنب التصعيد كما تفضلت، كيف نقرأ الموقف الأمريكي من الحرب على غزة والأوضاع في المنطقة عقب زيارة نتنياهو وقرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية كذلك؟ أنا أعتقد أن الأمريكان يكذبوا كما يتنفسون. الأمريكان نتنياهو لا يشروا على تنفيذ مثل هذه العملية المؤلمة والعميقة بدون ضوء أخضر أمريكا ودون دعم واضح أمريكي. لكن أنا أتوقع أن بايدن صادق في هذا الأمر. بايدن لم يعلم ولا إدارته في البيت الأبيض لا تعلم بهذه العملية، ولكن من يعلم؟ الأجهزة الأمنية الأمريكية، المتنفذين في الولايات المتحدة الأمريكية، والدولة العميقة كما أشرت في الولايات المتحدة الأمريكية. من استقبل نتنياهو بهذه الحفاوة كما أشرت في الكونغرس
ثم عقدت له اجتماعات سرية مع قيادات في الأجهزة الأمنية وفي مؤسسات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، خططت إلى ذلك بشكل كبير جدا. فقط أعود بالذاكرة إلى عام 2021 عندما زار نفتالي بنت واشنطن، قدم لبايدن خطة أطلق عليها خطة الألف جرح، وهي عملية استنزاف طويلة للمقاومة ولإيران بالتحديد من خلال تنفيذ عمليات موجعة في قلب إيران، وبعدها أغتيل ضياء زادة في قلب طهران، رفع علم إسرائيل على جسر باريس في قلب طهران. كانت هذه الفكرة التي وافق عليها الأمريكان دون الدخول في حرب واسعة وشاملة مع إيران. بالتالي أنا أعتقد أن الأمريكان كانوا يعلموا بذلك، ولكن إدارة بايدن قد لا تكون تعلم بذلك بشكل جزئي وليست كلي، لأنه قد يكون وزارة الدفاع تعلم بذلك، قد يكون أوستن يعلم بذلك، قد يكون غيره من المتنفذين، ولكن واضح من مكالمة بايدن اليوم مع نتنياهو أنه لا يعلم بذلك. ولكن لدينا طبعا تجارب طويلة جدا، عندما أعلن عن اغتيال مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام في منطقة النصيرات في غزة، أعلن جون كيربي بشكل واضح، وهو طبعا من القيادات النافذة في الأمن القومي الأمريكي، أن أمريكا وإسرائيل نفذتا هذه العملية بنجاح. بالتالي الأمريكان شركاء في كل هذه الحرب كما أشرت، ولكن عملية اغتيال إسماعيل هنية لم تكن طروق للأمريكان، لأنها كانت تدور مفاوضات للوصول إلى هدنة، والمفاوضات التي كانت تدور كان الممثل حركة حماس بها إسماعيل هنية، وهذه المفاوضات تدور بشكل غير مباشر، وبالتالي لم يكن لمصلحة أمريكا اغتياله في هذا التوقيت. نتنياهو يريد خلط الأوراق بشكل أو بآخر، يريد أن يصل إلى الانتخابات الأمريكية دون الوصول إلى اتفاق، واضح هذا بشكل كامل. وكما أشرت أن نتنياهو يمثل عنوان للشر في المنطقة، وبالتالي بقاء هذا الرجل وترك العنان له لإشعال المنطقة بالنيران كما أشرت بشكل واضح هو لمصلحة أعضاء الكونغرس الذين استقبلوا بحفاوة، ورأينا هؤلاء واضح أنهم لا يعلمون أن هناك 40,000 فلسطيني قتلوا في الأراضي الفلسطينية في غزة بالتحديد، جلهم من الأطفال والنساء، وهناك إجرام يتم في الضفة الغربية والقدس، وهناك طبعا إصرار من الاحتلال على استمرار عملية القتل بالنسبة طبعا لهم سيد كما أيمن يعني، وهذا شيء مهم. نعم هذا ما نرجو ألا يستمر. سيد أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، لك منا جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات، شكرا لك سيدي.